الاهلاوي. وانت شايف الماتش ازاي؟ ان شاء الله يكون تعادل. يا الزمالك هتكسب النهارده ان شاء الله. حلو بس بدون جمهور مش طعم طبعا. والله الاهلي والزمالك عموما ما بقاش ليه توقعات يعني. ان شاء الله احمد الاهلي ان شاء الله بقى من غير جمهور معروف مش حلو قوي يعني. بس عشان امان البلد بمعنى اصح. لحد ما الدنيا تقف على حالها. والله هو افضل الماتش من غير جماهير دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها ديت عشان الجمهور بيبقى فيه قلق وفي مشاكل وكده. والله هو كان المفروض هذه المباراه تكون هي بدايه خير في عوده الروح الكرويه للشعب المصري. ايه رايك في ماتش الاهلي والزمالك؟ هيكون ماتش جميل جدا. الاهلي هيعمل فيه ماتش حلو هيكسب النهارده هيكسب الزمالك ان شاء الله ممكن اكتر من 2. اهلاوي 3-0.